اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده معانا الكبده الشرايح. الكبده الاسكندراني كلنا عارفينها، عملناها سندوتشات وعملناها بالتومه. النهارده جاي على بالي اعمل كبده بني بالدقه. يعني ايه كبده بني بالدقه؟ هنشوف تفاصيلها. اهم حاجه عندي الكبده تكون شرايح وما تكونش فيها عروق، عشان نعملها بانيه بالرده والبقسماط. هنجمع ما بين رده وبقسماط عشان ناخد شريحه بانيه لطيفه وجميله، وبعد ما تتقلي هنشوف نعملها ازاي بالدقه. دي قصه طبعا وحاجه جديده هنشوفها مع بعض ازاي. معانا النهارده بمناسبه الايس كريم، وطلب مننا ايس كريم الزبادي. هنعمل النهارده الايس كريم بالزبادي والمستكه، يعني طعم الزبادي هياخد المستكه. اضافه مني انا بقى هنضيف له البسكويت. في الايس كريم لما يكون فيه قطع من البسكويت اللطيفه مع طعم المستكه مع طعم الزبادي اكيد هيودينا في حته تانية وما نحسش بجو الحر خالص. معانا النهارده المفاجاه برضو، ونطلب مننا من خلال السوشيال ميديا رموش الست. يا رموش الست هنعملك ازاي النهارده؟ مقاديرها في متناول الجميع، بتخلط ما بين مقدارين من الدقيق والسميد الناعم بنسب مختلفه. هنشوف نعمل ازاي رموش الست النهارده ونسقيها شربات او عسل. تفاصيل في الحلقه بتاعتي، بساطه سهوله مرونه، ودايما اقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هستاذن استاذ رحاب مقادير رموش الست على الشاشه. مقادير رموش الست على الشاشه، ودي بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وعايزين مقادير رموش الست، مش هشيلها من مكانها. معانا اول حاجه كوبايتين من الدقيق. على كوبايتين الدقيق بيتحط 4 معالق سميد ناعم. لكل كوبايتين دقيق معلقتين سميد ناعم، سميد البسبوسه، ونص معلقه خميره ومعلقه سكر، وبيضه، ورشه ملح صغيره. تمام. ومعانا الشربات بتاع رموش الست، 2 كوب من السكر، 1 كوب من الماء، عصرة ليمونة، عود قرفة. عملت الشربات بتاعها، مش عايزة تعملي شربات يا شرباطة، عندك العسل تحطيه عليها مفيش أي مشكلة، العسل بيحل مكان الشربات. ولكن لما نيجي نعمل رموش الست عندنا مشكلة فيها، لازم تاخد وقتها في التخمير لأن ده فيه سميد ودقيق الاتنين مع بعض. فأنا طبعا المكونات هنا جاهزة اهيت، احنا شايفينها مع بعض. أستأذن حضراتكم هنقلب السميد مع الدقيق. بعد ما نقلبهم كويس بنحط في اناء تاني او في طبق تاني السكر مع الخميره علشان يديني الرغوه واتاكد ان الخميره شغاله، وبعدين اعجن العجينه بتاعتي بالبيض والسمنه ورشه الملح الصغيره ومعلقه سكر، والمعلقات البيكنج باودر دي اساسي علشان تبقى العجينه هشه ولطيفه. دي المكونات انا شرحتها بالتفاصيل. العجينه معايا جاهزه. ليه جاهزه يا مغازل؟ دي لازم تاخد تخمير على الاقل خالص من ساعة لساعة الا ربع عشان تتخمر وتبقى معانا بالشكل ده كده. اهي العجينة معانا زي وترتاح العجينة عشان تقدري تشكلي منها رموش الست. اهي دي العجينة بتاعتنا اللطيفة. طبعا دي العجينة دي مش هنفرتها لا بدي ولا بأي حاجة. مخرجنا الجميل شوف التفاصيل دي كده، شوف التفاصيل. اهي شوف العجينة اهي، الله شفت بسكوت العجينة فل. اهي اخليها بقى باخد منها كده واشتغل. هنبدا ان احنا نعمل رموش الست واحنا مع بعض كده، واعلمك تعمليها ازاي. او بتاخد حته زي دي كده تعمليها كده وترص في الصاجات، وتجيب الصاجات بتاعه الجيران والاطباق بتاعه الجيران وتعملي كميه. رموش الست بتتعمل في المناسبات. ادي الصينيه اللي هنشتغل فيها بالشكل ده كده، والعجينه بما ان هي فيها سمنه هنحطها على ورقة الزبدة بس بالشكل ده كده اهو. هنعملها بقى شبه الايه؟ التمراية كده، وبعدين بسن الشوكة ونعلم عليها نعمل الرموش. يبقى اللي بيصنع الرموش الشوكة اهو بالشكل ده كده اهو. سهلة خالص. أول مكونات العجينة تاني واحنا شغالين مع بعض. 2 كوب من الدقيق، اكتبوا ورايا يا ست الكل، اكتبوا ورايا ست الحبايب. 2 كوب من الدقيق بياخدوا 4 معالق سميد ناعم. كل كوبايه دقيق بتاخد 2 معالق سميد ناعم، والسميد الناعم بتاع البسبوسه. حلو قوي. معلقه خميره في طبق تاني بنحط عليهم معلقه سكر.
لغايه لما نعرف ان الخميره عملت لي رغوه واشتغلت، والسكر بيساعد على تشغيل الخميره وبيديها ايه باور تتخمر بسرعه. اوعى تحط ملح على الخميره بيشلها. حلو الكلام؟ اتحكي بيشلها والله، ما بيخليهاش تشتغل. بعد كده بنعجن العجينه بتاعتنا بواسطه السمنه البلدي ومعلقه سكر ورشه ملح. عجننا العجينه يا عم الشيف، بنسيبها تتخمر تقريبا ساعه الا ربع ونشتغل فيها زي ما انا شغال كده دلوقتي. هي الشوكه اللي بتبين ان دي شبه رموش الست. حاجه سهله كده وبسيطه، بنلفها كده شكل بيضاوي يعني كده. شفت بص الحركه دي، بص الحركه، بص كده كده. هنا دي تطلع معاك كده. تاني بص. شوف الحلاوه دي. الله الله. ده هيبقى رمش كبير قوي، سبتني اعمله كتير. ماشي تبقى واحده تانية. بص. حلو. بس هنيجي كده بالشوكه دول زياده. على فكره العجينه دي ممكن تعمليها لو حابه تعمليها شبه الغريبه مع البندق، تبقى لطيفه حاجه جديده يعني. عايزه تعمليها برازق بسمسم تعمليها، برازق بالفستق تعمليها. ايه البرازق دي؟ ده نوع من انواع البسكويت الشامي، تتعمل زي الكحكاه الصغيره كده وتغرزيها وتغرقيها سمسم او فستق وتخبزيها في الفرن عادي زي الكحك. فالعجينه دي متعدده الاستخدامات زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. مش بس متوقفه على رموش الست، هي لو اتحطت عليها الشوكه تبقى رموش الست. دي تطلع بقى من الفرن يا عم شافي، تلاقي الشربات نقابلها بزغروطه كبيره وشويه شربات حلوين كده. مش عايزه تحط شربات، حط عسل زي ما انت عايزها. نخبزها يلا مع بعض اهي. رموش الست في قلب الفرن، مكانها فين يا عم الشيف؟ هو ده الكلام. هنأمن المكان الاول عشان تاخد اللون الذهبي. ده مكانها. بص على الحلاوة. رموش الست في الفرن. الله، ايه الحلاوة دي؟ والصورة من الفرن تعني مليون كلمة. نقفل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واللوكيشن بتاعنا جنب الفرن جنب رموش الست. يلا يا ست، ايه الحلاوة دي؟ بالله عليك تجيب الصورة الحلوة بالفرن، ما تزعلنيش. ايه الجمال ده؟ ايه اللون البرونز الحلو ده؟ لون ذهبي. طلعها من الفرن وهي سخنة. حاضر يا فندم، حاضر. ننزل عليها بالشربات وهي سخنة. حبة حبة على كل رمش شربطة. نسيبها لما تبرد. الله. سياب المعلقة يعني، أنا استعجلت ونزلت كده، تبقى في البيت كده. كمان شربات سخن. والله الريحة، ريحة الفانيليا حكاية. تمام، هنسيبها كده وتعالوا نشوفه بسرعة ازاي عشان مطلوب مني نحمر الكبدة. رموش الست بالشربات، كبدة بانيه، عملنا نوعين بالدقة ونوع من غير دقة، وعملنا الايس كريم الحلو لحضراتكم بالزبادي والمستكة. رؤية فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.